بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد سبق أن التوسل وهو طلب القرب من الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: قسم جائز وقسم ممنوع. والقسم الجائز أنواع. نوع الأول أن يتوسل إلى الله جل وعلا بطاعته، فالوسيلة المقربة إلى الله هي طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذا من قبل العبد نفسه، هو بنفسه يعمل هذا الشيء فيما بينه وبين الله، ولا يحتاج إلى الآخرين، لا يحتاج إلى الآخرين، بل هو يعمل ما يقربه إلى الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه هو التوسل المشروع، وهو المقرب إلى الله، وهو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة أي بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهذا فيه استغناء العبد عن الناس، وإنما هو بنفسه يجعل بينه وبين الله وسيلة بالعبادة والطاعة. هذا هو الأصل. النوع الثاني أن يطلب من غيره، يطلب من غيره أن يدعو الله له، وكان الأصل أنه هو الذي يدعو الله، والله قريب مجيب، قال ربكم ادعوني استجب لكم. فالله جل وعلا قريب مجيب، تدعوه أنت بنفسك، والدعاء في حد ذاته عبادة عظيمة، بل هو أعظم أنواع العبادة. فكونك أنت تدعو الله هذا هو الأصل، وفيه استغنى عن الناس، والله وعدك بأنه سيستجيب لك بشرط أن يكون الدعاء مستوفياً لشروطه وخالياً من موانعه. فلا شك أن الله يستجيب للداعي إذا خلى من الموانع واستوفى شروط الإجابة. فإن لم يستجب له فلا بد أن هناك سبب من قبل العبد، هو الذي حال بينه وبين قبول الدعاء، فعليه أن يصلح نفسه. لكن إذا احتاج إلى دعاء الصالحين الأحياء الحاضرين فلا مانع من ذلك، هذا من باب الجواز، وإن كان الأفضل تركه، لكن هو من باب الجواز أن تطلب من عبد صالح
حاضر أن يدعو الله لك، هذا أمر جائز، التوسل بدعاء الصالحين. كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، فيدعو لهم، يطلبون منه أن يدعو لهم بالغيث، يدعو ويستسقي فيغيثهم الله، يطلبون منه أن يستغفر لهم فيستغفر صلى الله عليه وسلم لهم، وكذلك من غير الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الدين والصلاح، تطلب من عبد صالح حاضر على قيد الحياة أن يدعو الله لك، فهذا أمر جائز، وقد فعله عمر الفاروق رضي الله عنه مع العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لما احتاج الناس إلى المطر طلب من العباس أن يدعو الله له لفضل العباس وقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا الله لهم. أما الميت فلا يطلب منه دعاء ولا غيره، ولهذا عدل عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، عدل إلى العباس ولم يطلب من الرسول بعد موته أن يدعو، مع أنه أفضل من العباس وأفضل الخلق، لكن الميت لا يطلب منه شيء، لا يطلب من الميت شيء، لأن أعماله قد انتهت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قدمها في حياته فتستمر بعد موته، لا أن الميت ينشي شيئا بعد موته، لا، هذه أمور فعلها في حياته تستمر بعد موته. أما أن الميت ينشي وهو ميت ينشي أشياء، الميت لا يقوم بشيء بعد موته، لأن العمل انتهى، لا الدعاء ولا غيره، لا من الرسول ولا من غيره عليه الصلاة والسلام. فلو كان طلب الدعاء من الميت جائزا لفعله عمر الصحابة، لما علموا أن هذا لا يجوز عدلوا من الميت إلى الميت الفاضل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الحي المفضول وهو العباس بن عبد المطلب. كذلك معاوية رضي الله عنه بالشام، لما أجدبوا طلب من أبي يزيد الجرشي أن يدعو لهم، كان رجلا صالحا فدعا لهم كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس، فطلب الدعاء من الحي الحاضر لا بأس به، لكن الاستغناء عنه وكون الإنسان هو يدعو بنفسه هذا أفضل. هذا الدعاء وهو نوع من الشفاعة، الدعاء نوع من الشفاعة، فدعاء المسلمين لإخوانهم ودعاؤهم في صلاة الجنازة للأموات هذا الشفاعة، شفاعة من الأحياء للأموات، هذا يسمى بالشفاعة، وهي أن المسلم يدعو للأموات ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويصلي على جنائزهم، هذا من الشفاعة في الدنيا. وحتى للأحياء إذا دعا لأخيه الحي فهذه نوع من الشفاعة، الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، والله أذن بهذا، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الله أذن أن تدعو لإخوانك الأحياء والأموات.
وهذا نوع من الشفاعة. الشفاعة الجائزة. نعم. عن إذنكم يا شيخ، هذا صاحب سيارة مغلق الطريق، كامري أسود نون دال ألف 250، يقول والتوسل بدعائه الذي له هذه السيارة يبادر بإخلاء الطريق، ولا لا تعتادوا هذا الشيء، ونهيناكم كم مرة لا تقفوا في طرقات الناس أو عند أبواب الناس، إن وجدت فرصة ومكان ليس فيه مضرة على أحد، أما أنك تضايق الناس هذا أمر لا يجوز. نعم. يقول والتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. الدعاء، طلب الدعاء من الحي أو الشفاعة في حال الحياة وفي يوم القيامة إنما تجوز للمؤمنين الذين عندهم أصل الإيمان، أما الكافر فلا تنفعه شفاعة الشافعين ولا الاستغفار كما يأتي. والله جل وعلا قال لنبيه في المنافقين استغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال سبحانه سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فالكافر لا يدعى له بالمغفرة لا حيا ولا ميتا، لكن يدعى للحي بالهداية، يدعى للكافر الحي بالهداية للإسلام، أما أن يستغفر له فلا يجوز لا لحي ولا لكافر. هذه قاعدة عظيمة. نعم. فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة، الكفار الأصليون والمنافقون الذين أظهروا الإسلام وبقوا على الكفر بالباطل لا تنفعهم الشفاعة. نعم. فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم. ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه أبي طالب الذي أحسن إليه وآواه وحماه ونصره ووقف معه، لكن لما لم يؤمن وأبى أن يدخل في الدين فإن الله نهاه أن يستغفر له لأنه مشرك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الموت بأبي طالب وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وفياً معه لأنه أحسن إليه ودافع، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يموت على الإسلام من أجل أن يدعو له ويستغفر له، فأبى الرجل، أبى أن يموت على الإسلام وآثر أن يبقى على دين المشركين حمية، من باب الحمية والأنفة، لما قالوا له أترغب عن دين عبد المطلب؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنهم فهموا أن لا إله إلا الله تبطل عبادة الأصنام، فلو قالها أبو طالب ومات عليها لصار مسلما، ويعتبرون هذا عيبا على آبائه وأجداده، فأخذته الحمية والعياذ بالله، وقال هو على دين عبد المطلب، ولفظ أنفاسه عند هذا، مات وهو يقول هو على دين عبد المطلب، فصار من أهل النار،
فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على عمه وشفقته عليه مقابل ما قام به من الحماية والنصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين له أنه من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال في أبي طالب خاصة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعند ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لأبي طالب، فدل على أنه لا يستغفر للمشرك ولا للكافر إذا مات على شركه وكفره، فإنه لا يدعى له ولا يترحم عليه ولا يستغفر له. نعم. ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار. نعم. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن الله له في زيارة قبر أمه آمنة، طلب أن يزور قبرها، فأذن الله له فزار قبرها، ثم طلب من الله أن يأذن له أن يستغفر لها، فالله منعه من ذلك، منعه أن يستغفر لها، لأنه لا يجوز الاستغفار للمشرك ولو كان من الوالدين والأقارب، منعه أن يستغفر لها. فإذا كان منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لعمه ولأمه وأبيه وأقرب الناس إليه، فهذا دليل على أن الكفار لا يستغفر لهم ولا يترحم عليهم ولا يدعى لهم بعد موته. نعم. ونهي عن الاستغفار للمنافقين، وقيل له: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فإن يغفر الله لهم. لأنهم ليسوا مسلمين، النفاق الأكبر، النفاق الأكبر هذا كفر يخرج من الملة، فلا يستغفر للمنافق، النفاق الأكبر الاعتقادي. أما المنافق النفاق العملي من المسلمين هذا يستغفر له لو وقع في صفة من صفات المنافقين، هذا نفاق عملي هو نفاق أصغر، يستغفر له، مثل لو كذب في الحديث أو أخلف الوعد أو إذا تمن أو خان في الأمانة. نعم. ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان، قال الله تعالى: الكفار يزيد بعضهم على بعض في الكفر، يتفاضلون يعني يزيد بعضهم على بعض في الكفر، الكفر ليس على حد سواء، فكفر أبي طالب أخف من كفر غيره من الوثنيين، وكفر أصحاب النسيء أشد من كفر غيرهم، إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيء هو تغيير مواقيت العبادة كميقات الحج وأشهر الحج، كان المشركون يتلاعبون بها، والأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال كانوا يتلاعبون بها، فيقدمون ويؤخرون تغييرا لدين الله عز وجل، وهذا أشد ما يكون من الكفر، وهو تغيير شرائع الله عز وجل. فالكفر يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت، بعض المؤمنين أكمل إيمانا من غيره. نعم. ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان، قال الله تعالى: إن الإيمان يزيد وينقص كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة
الذين يقولون لا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص هذا باطل. الإيمان يزيد وينقص بنص القرآن: زادتهم إيمانا إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص بنص القرآن: فمن في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل، هذا دليل على أنه ينقص حتى يبلغ مثقال حبة من خردل. فالإيمان يتفاضل في قلوب الناس، وليس الناس على حد سواء في الإيمان. نعم. قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. هذا دليل على أن الكفر يشتد ويزيد. نعم. والنسيء عرفنا. نعم. فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية. هذا أبو طالب، هذا خاص. أبو طالب أخف الكفار كفرا بسبب أنه ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف معه المواقف الجيدة، ولم يتجرأ المشركون على الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مات أبو طالب، فهو أخف من غيره بالكفر، فلذلك يخفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له حتى خفف عنه العذاب، ولم يشفع له في إخراجه من النار، لأن الكافر لا يخرج من النار لا بشفاعة ولا بغيرها، بل هو خالد مخلد فيها. فهذه الشفاعة في الكافر خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية. نعم، لأن الكافر الذي مات على الكفر يخلد في العذاب ويخلد في النار، لكن قد يخفف عنه العذاب بسبب عمل عمله من أعمال الخير كما فعل أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله، فهل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم شفع لأبي طالب في تخفيف العذاب عنه حتى صار في ضحضاح من نار ولم يكن في غمرات جهنم. ولولا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لصار في غمرات النار وفي قعر النار والعياذ بالله. نعم. وفي لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. وقال: نعم، هو في ضحضاح من النار وهو أخف أهل النار عذابا، لكنه من شدة الألم يرى أنه أشد أهل النار عذابا، فكيف بالذي في غمرات النار والعياذ بالله؟ إذا كان هذا أخفهم يغلي دماغه من شدة العذاب الذي في رجليه وفي نعليه، فكيف بالذي تغمره النار من جميع جوانبه والعياذ بالله؟ نعم. وهذه المسألة خاصة بأبي طالب، شفاعة قبول الشفاعة فيه خاصة بأبي طالب وخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يشفع لكافر ويقول: اللهم خفف عنه العذاب، لا يجوز لمسلم أن يفعل هذا، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم.
لأنه لم يرد أن الصحابة كانوا يفعلون هذا ويدعون لأقاربهم ومن أحسن إليهم من الكفار، ما ورد أنهم يدعون لهم بتخفيف العذاب عنهم، فدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. ما يرى أن أحداً أشد عذاباً منه، مع أنه أخف أهل النار عذاباً. نعم. وكذلك ينفع دعاؤه لهم بألا يعجل عليهم العذاب في الدنيا. هذا في الآخرة. في الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين في أن الله يرفع عنهم القحط والجدب الذي أضر بهم، دعا لهم صلى الله عليه وسلم، هذا في الدنيا فرفعه الله عنهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فلا، الرسول لا يفعل هذا في الكفار. نعم. وكذلك ينفع دعاؤه لهم بألا يعجل عليهم العذاب في الدنيا، كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي أن نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وروي أنه دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا. نعم. هذا في وقعة أحد لما شجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسالوا دمه، جعل يمسح الدم ويحكي قصة نبي من الأنبياء قبله أنهم آذوه، فقال: اللهم اغفر لقومي. هذا فيما سبق. نعم. الرسول لم يستغفر للمشركين في أحد، وإنما حكى وذكر قصة نبي من السابقين، وهذا في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فلا يجوز الاستغفار للمشركين، فلا يحتج بهذا أنه يجوز الاستغفار للمشركين. وأيضا هذا من ناحية، لأنه حكاية عن نبي سابق، وشرعنا جاء بمنع هذا. ثانيا أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة، فلا يستغفر للمشركين في الآخرة أو يدعى لهم في الآخرة، وإنما هذا في الدنيا أن يرزقهم الله، أن يخفف عنهم الجدب، أن يرفع عنهم البلاء في الدنيا. أمور الدنيا غير أمور الآخرة. نعم. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أي بأفعالهم وكفرهم، ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله يؤجل عذابهم، يؤخرهم إلى أجل مسمى يعني محدد في علمه سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن العذاب قد يؤجل في الدنيا، قد يؤجل عن الكفار في الدنيا، ولذلك أسباب، منها أن النبي يدعو بتأجيله عنهم. نعم. وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو لا شك أن هذا مطلوب، أنك تدعو للكافر أن يهديه الله إلى الإسلام. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس قبيلة، فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فهداهم الله وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه. فالدعاء للكافر بالهداية أمر مطلوب، أما الدعاء له بالمغفرة فهذا أمر لا يجوز. نعم. وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه، كما يستجيب الله له ويدعوه ويهديه الله للإسلام
أو يرزقه، كما في قصة دعائه صلى الله عليه وسلم لدوس. نعم. كما دعا صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة حتى هداها الله. وهي دوسية، أبو هريرة دوسي، قبيلة دوس، وأمه دوسية. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه فهداها الله، دعا لها بالهداية فهداها الله. نعم. وكما دعا صلى الله عليه وسلم لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله. نعم، فالدعاء للكفار بالهداية هذا أمر مطلوب، أما الدعاء لهم بالمغفرة وكذلك الدعاء لهم بالرزق ورفع العذاب عنهم تأجيله عنهم هذا مطلوب أيضا لا بأس به، أما الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة هذا أمر لا يجوز. نعم. وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم. نعم، لما اشتد الأمر بالمشركين وهلكت أموالهم والرسول دعا عليهم فأجدبوا لما آذوه، قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف أو أشد، فاستجاب الله له فمنع عنهم القطر وأمحلت أرضهم وهلكت أموالهم، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستعطفونه ويطلبون منه أن يدعو الله لهم بالمطر والاستسقاء، فالرسول أجاب ودعا لهم بالسقيا والمطر. نعم. وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم إحسانا إليهم يتألف به قلوبهم. نعم، هذا هو الحكمة، أنه دعا لهم لا محبة لهم، وإنما هذا من بذل المعروف وترغيبهم في الإسلام، أجل ترغيبهم في الإسلام. نعم. وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به قلوبهم كما كان يتألفهم بغير ذلك. كما كان يتألف الكفار بالعطاء والأموال يرغبهم في الإسلام، تألف الكفار أمر مطلوب، المؤلفة قلوبهم لهم نصيب بالزكاة، لأن هذا من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، من أنواع الدعوة الإحسان إليهم، لأن الإحسان يؤثر فيهم. أما أنك تقابل الكافر بالغلظة والشدة والقسوة وتطلب منه أن يدخل في الإسلام، هذا مما ينفره، هذا مما ينفره عن الإسلام، لكن تقابله بالكلام بالحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن والاستعطاف لعله يتوب، هذا من أعظم أنواع الدعوة إلى الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعهم بالترغيب في التوبة والإسلام، بيّن لهم محاسن هذا الدين وماذا يكون لهم لو أسلموا، وحذرهم من الكفر وعواقب الكفر، هذا من أعظم أنواع الدعوة إلى الله عز وجل. أما مقابلتهم بالقسوة والشدة والغلظة إلا من يستحق في مسألة الجهاد، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، هذا في أمر الجهاد. نعم، إذا وصل الأمر إلى الجهاد والقتال فلا مواربة في الجهاد والقتال، إنما هذا قبل أن يصل إلى مرحلة الجهاد، ما دام الأمر في نطاق الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهاً عند الله. الله جل وعلا ذكر لموسى عليه السلام أنه وجيه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا
وكان عند الله وجيها، أي له وجاهة وقرب من الله جل وعلا. وذكر في عيسى عليه السلام أيضا وجيها، قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فإذا كان هذا في موسى وعيسى وكذلك غيرهم من الأنبياء أن لهم جاها عند الله، فالرسول أعظم جاها عند الله جل وعلا، لأنه إمام المرسلين وخاتم النبيين وأفضل الخلائق أجمعين عليه الصلاة والسلام، فهو أعظم جاها عند الله جل وعلا. ولكن السؤال بجاه أحد لا نبي ولا غيره هذا أمر مبتدع، فلا تقول اغفر لي بجاه نبيك أو بجاه موسى عندك أو بجاه عيسى أو بجاه عبادك الصالحين. الدعاء بالجاه هذا أمر مبتدع لا يجوز، لأنه وسيلة من وسائل الشرك، يسأل أولاً بجاهه ثم يترقى إلى أن يسأل به، يسأل بالشخص ثم يترقى الأمر إلى أن يعبد الشخص ويتقرب إليه من دون الله عز وجل، كما فعل المشركون في أنهم يدعون ويتعبدون للأصنام والملائكة والصالحين، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى. السؤال بالجاه من وسائل الشرك وهو بدعة لم يرد به دليل، مع أنه موجود للرسول وموجود لموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، الجاه موجود، ومع هذا لم يشرع الله لنا السؤال بجاه أحد. نعم. وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لأنه أعظم الخلق قدرا عند الله، وهو إمام المرسلين وأفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين، بعث إلى الناس كافة، وكان الرسل من قبله يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وأعطي صلى الله عليه وسلم من الخصائص ما لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء، فهو أعظم جاها عند الله، ومع هذا ما شرع لنا أن نسأل الله بجاهه، أدل على أن السؤال بالجاه بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. وليس هذا من اتخاذ الوسيلة، لا يدخل هذا في قوله جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة. نعم. لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته، لكن هو سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم، الشفاعة حق كما يأتي، وأعظم الشافعين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقاً وعاماً. نعم. فإن الإيمان بهم وطاعتهم توجب لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم، فإن الإيمان بهم وطاعتهم فإن الإيمان بهم وطاعتهم توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقاً وعاماً. نعم. فكل من مات مؤمناً بالله ورسوله مطيعاً لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعاً، ومن مات كافراً بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً. نعم. وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع، فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار. فالذي يقرب إلى الله جل وعلا هو الإيمان بالرسل واتباع الرسل، وليس الذي يقرب إلى الله جل وعلا هو دعاء الرسل أنفسهم أو الاستغاثة بهم بعد موتهم أو الذبح لهم أو النذر لهم، هذا شرك، وهذا فعل الجاهلية، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يصرفون لهم العبادة ويقولون هؤلاء شفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. اعترفوا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم. فليس المقصود من التقرب إلى الأنبياء أننا نتقرب إليهم بالعبادة ونصرف العبادة لهم، وإنما المقصود أننا نتبعهم. فمن أراد أن ينتفع بالأنبياء وينتفع بشفاعتهم فليؤمن بهم ويطيعهم، وأما من اتخذهم آلهة يعبدهم من دون الله ويزعم أنهم يشفعون له كما كان المشركون، فهذا من الباطل، وهذا هو الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم من فعله من المشركين. نعم. فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار، والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم، ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها، فلا شفيع. نعم. الشفاعة للكفار والاستغفار لهم بعد موتهم لا يجوز من أحد، حتى ولا من أفضل الخلق، من محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين والصالحين، لا يجوز الدعاء للكفار بعد موتهم ولا الاستغفار لهم، بل تجب البراءة منهم ومن دينهم، فهذا أمر معلوم. ولا تنفعهم شفاعة الشفعاء يوم القيامة، إذا ماتوا على الكفر ما تنفعهم شفاعة الشفعاء، ولا ينفعهم الاستغفار لهم والدعاء لهم، لا ينفعهم لأنه مردود عند الله عز وجل، فهذا أمر يجب التفطن لهم. وهذا هو المقصود من اتخاذ الأنبياء في وسائط بين العبد وبين ربه، اتخاذهم وسائط في تبليغ الرسالة، هم واسطتنا في تبليغ الرسالة، اتخاذهم وسائط في الدعاء، دعاء الله لنا والاستغفار لنا، هذا أيضا لا بأس به. أما اتخاذهم وسائط في أننا نتقرب إليهم بالعبادة والذبح والنذر وغير ذلك كما يفعله القبوريون، فهذا أمر باطل وحابط ولا ينفع أصحابه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاها، فلا ما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا مطلق، حتى ولو كان الشافع هو أعظم الخلق جاها عند الله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله له لا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، مع أن المستغفر هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يكونوا على الإيمان، وقال في عمه أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، قال وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمسلمين، النبي أولا ما كان له أن يستغفر، يعني لا يجوز له أن يستغفر للمشركين ولا أن يشفع لهم يوم القيامة، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي شافع لا تنفع شفاعته للكافر يوم القيامة. نعم. فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يأتون إلى القبور ويذبحون لها وينذرون ويقولون نحن نتوسط بأصحابها، هؤلاء أشركوا بالله الشرك الأكبر، فلا تنفعهم الشفاعة يوم القيامة ولا يدخلون تحت الشفاعة يوم القيامة ما داموا على الشرك وعبادة غير الله عز وجل. كيف تطلب من الرسول أو من الرجل الصالح أنه يشفع لك وأنت مشرك تعبد غير الله؟ هذا لن يكون أبدا، هذا محال. فإذا أردت أن تنفعك شفاعة الشافعين بإذن الله فعليك بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل حتى تنفعك شفاعة الشافعين،
الرسول وغيره. أما من كان على الشرك الأكبر فهذا لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولو تعب ولو سهر الليالي ولو جاء من بعيد زائرا للقبر أو أقام عنده أو ذبح أو نذر أو أنفق الأموال، كل هذا باطل وهباء منثور ولا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب ونهاه عن ذلك، قوله ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، وإذا كان الله منع الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأبيه، مع أن الخليل هو أفضل الخلق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمنعه الله أن يستغفر لأبيه أقرب الناس إليه، منع الخليل. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. عند ذلك تندم أو ندم بعض المسلمين لما سمعوا هذه الآية وكانوا يستغفرون لأقاربهم المشركين، ندموا وخافوا، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا فعل الإنسان فعلا عن جهل ولم يبلغه نهي عن ذلك فإنه يعفى عنه. نعم. وقد دعا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه واستغفر، لكن هؤلاء القبوريون بلغهم أن هذا لا ينفع وأنه منهي عنه وأنه حرام وأنه شرك، بلغهم هذا ولكن أبوا أن يمتثلوا واستمروا على ذلك. هؤلاء عصوا الله على بصيرة بعدما تبين لهم الحق، فلا يقال إن هؤلاء جهال وفعلوا هذا عن جهل. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زال الجهل، القرآن موجود والسنة موجودة والعلماء موجودون، وأصوات العلماء تتردد عليهم الصباح والمساء في النهي عن ذلك وإبلاغ هذا الدين، لكنهم لا يسمعون، استمروا على ما هم عليه. فهؤلاء ليس لهم حجة ولا يقال إنهم جهال، لأنه زال جهلهم، زال جهلهم وبلغتهم الحجة، فلا يعذرون بهذا. نعم. وقد دعا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه واستغفر له، كما قال تعالى عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لأنه وعد، قال لا أستغفرن لك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وعد أباه فنفذ هذا الوعد. وقال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ترك الاستغفار له. فلا يحتج بفعل إبراهيم، يجينا مغالط ويقول القرآن فيه أن إبراهيم استغفر لأبيه وهو مشرك، نقول الله لم يقره على هذا، استغفر له لكن الله لم يقره على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يدعو لعمه بعد موته، الله منعه من ذلك، فقال: وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم، وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم،
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. فهذا فيه قطع للشبهة أن يحتج أحد باستغفار إبراهيم لأبيه، أو يحتج أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يدعو لعمه أبي طالب وهو مشرك. نقول الله لم يقر محمداً ولا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام على هذا الشيء، بل نهاهما عن ذلك، فانتهيا عن ذلك، فلا حجة في ذلك لمغالط أو مكابر. والله ساقه مساق الإنكار ولم يسقه مساق الإقرار حتى يكون فيه حجة. القرآن ما ترك شيء، بيّن كل شيء للناس، ورد على الشبهات ورد على الحجج الداحضة، ما ترك شيء يتعذر الناس به إلا وبينه. لكن أين الذي يرجع إلى القرآن، يرجع إليه بحرص وعقيدة طيبة ويريد أن يستفيد من القرآن؟ قل من يفعل ذلك، وإنما يقرأ القرآن قراءة عابرة يتغنى به ويجوده ويحسن الصوت به، وأما أنه يتأمل فيه ويعمل بما فيه ويتفقه فيه هذا قليل من الناس من يفعل ذلك. نعم. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. وفي صحيح وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، أنت وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. نعم، هذا مصير أبي إبراهيم يوم القيامة، وهذا موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه إذا رآه في هذه الحالة رق له وطلب من ربه ألا يخزيه فيه، ألا يخزيه فيه، قالت: لأنه طلب من ربه وهو في الدنيا: ولا تخزني يوم يبعثون. فاستجاب الله له، فهو قال لربه: وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي أشد من أن أرى أبي بهذه الصورة؟ فالله جل وعلا يغير أباه من آدم ويمسخه إلى صورة ذيخ، والذيخ هو ذكر الضباع، صورة ذيخ مشوهة، فعند ذلك يلقى في النار. نعم. فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره. لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاه إبراهيم عند الله عز وجل، أدل على أن المشرك لا ينفعه استغفار ولا شفاعة مهما كان المستغفر والشافع. نعم. وقد قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقد نعم، نؤجل هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر عند الناس لا سيما الذاهبون للحج والعمرة أن يوصوا بعضهم بالدعاء فيقولون لا تنسونا من دعائكم، فهل يبين لمن قال ذلك أن فعله خلاف الأولى؟ لا بأس بذلك، هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، لكن لو قلت له الأفضل إنك أنت تدعو ولا تتكل على غيرك والله قريب مجيب، لو قلت له هذا لا بأس، أما أنك تقول هذا أمر لا يجوز أو هذا لا ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ضمن الحديث لولا أنا، فهل يجوز أن يقول المسلم كذلك في أمور المسببات؟ نعم، هذا يدل على الجواز مع الكراهة، يكره أنه يقول لولا فلان، لأن جاء في الأحاديث النهي لولا فلان أو لولا البط في الدار أو لولا الكلب لأتانا اللصوص، هذا مكروه وهو من منقصات التوحيد، من المنقصات وليس من المنافيات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دعا شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس عند قبره، فهل هذا العمل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء أو عن فعله ثم يفعله أو يقوله من باب بيان الجواز، ليبين أن النهي ليس للتحريم وإنما هو من باب الجواز والأولى، هذه قاعدة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء ثم يفعله أو يقوله، هذا ما هو من باب التناقض وإنما هو من باب بيان الكراهية وأن النهي للكراهة وليس للتحريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دعا شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس عند قبره، فهل هذا العمل من الشرك؟ إذا دعا شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس عند قبره، فهل هذا العمل من الشرك؟ وإذا كان عند القبر فهل يختلف الحكم؟ أبداً لا يختلف الحكم، دعاء غير الله شرك في أي مكان، عند القبور أو في مكان آخر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فادعوا الله مخلصين له الدين، فلا بد من الإخلاص في الدعاء في أي مكان، وليس هذا خاصا عند القبور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعلمون ما حصل من أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، فما هو واجبنا كأفراد من الأمة حيال هذا الأمر العظيم؟ لا شك أن الكفار أنهم أعدى للرسل عموما وليسوا أعدى لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، وإنما هم أعدى للرسل عموما، فما حصل منهم إنما هو جزئية من جزئيات عداوتهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالواجب أن نعرف ذلك وأن نأخذ حذرنا منهم، أن نأخذ حذرنا منهم ولا نغتر بمخادعاتهم ونفاقهم مع المسلمين، وأنهم يريدون التقارب والمؤاخاة بين الأديان، نحن تبين لنا وتبين، وهذا متبين من قبل لكن بهذه الحادثة تبين للمغرورين أو الذين يحسنون الظن، تبين لهم أنهم على غلط في هذا الأمر، وأن الكافر لا يجوز محبته ولا يجوز تصديقه، والانخداع به مهما أظهر للمسلمين، فينبغي أن يؤخذ الحذر منه، هذا هو الواجب، فهذا أعطانا درساً لن ننساه، وهذا يزيل الشبهة عن الذين يريدون التقارب بين الإسلام والكفر ويقولون الإسلام دين المسامحة ودين المحبة ودين إلى آخر ما يقولون. نعم، الإسلام دين المسامحة لكن في حدود الشرع، مسامحة في حدود الشرع، والتقارب أيضا في حدود ما أباح الله جل وعلا،
أما أننا نندمج مع الكفار ونجعل ديننا ضمن الأديان الأخرى، هو دين مثل الأديان الأخرى كما يقولون، فهذا أمر باطل، ولا يستوي الكفر والإيمان، ولا يستوي الحق والباطل، ولا يستوي الهدى والضلال أبدا. فهذا فيه مصلحة أن تبين للمغرورين والملبسين من بني جلدتنا أنهم على خطأ في تقاربهم مع الكفار وعقد الندوات والمؤتمرات معهم من أجل ترويج الكفر وقرنه مع الإسلام، وأن كلها ديان وكلها، هذا لا يجوز أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بمن يصور تلك الصور التي فعلتها تلك الصحيفة الدنماركية ويوزعها على الناس بدعوى الاطلاع على هذا الأمر المنكر للإنكار فيه؟ أحياناً يكون إنكار المنكر هو المنكر نفسه، هذا لا يجوز ترويج هذه الصور، لا يجوز ترويجها، ويجب أن تتلف وأن يقضى عليها ولا تروج أبداً. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك عبارات بدئ فيها توضع على ظهر السيارة من مثلها فداك أبي وأمي يا رسول الله، هل هذا النداء جائز يا رسول الله؟ ما هم لا يقصدون بهذا الاستغاثة حتى يكون هذا محرما، إنما يقصدون الاستحضار، مثل ما نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، هذا من باب الاستحضار لا من باب المخاطبة كأنه بيننا أو كأنه حاضر بيننا، إنما هذا من باب الاستحضار الذهني كما يقولون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اشتهر كفره وعداؤه للمسلمين وتعذيبهم هل يدعى له بالهداية؟ نعم الهداية لا أحد يمنع من طلبها حتى أشد الناس كفرا. أليس موسى عليه السلام جاء إلى فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، فدعاه أن وقال أهديك إلى ربك فتخشى، فلا بأس أنه يدعى بالهداية لكل كافر، والذي اشتد كفره وأذاه أحوج أن يدعى أن يهديه الله وأن يكف شره عن المسلمين. وليس بمستحيل على الله أن يهدي الجبار ويهدي الملحد والكافر، الله على كل شيء قدير، ليس هذا بمستحيل على الله جل وعلا. وكونه يسلم ويهديه الله أحب إلينا من أنه يستمر في عداوته ويموت على الكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك من اشتهر عداؤه للمسلمين هل يدعى له بالتوفيق وسعة الرزق؟ إذا كان في هذا مصلحة، يعني ترغيبه في الإسلام، إذا كان هذا من باب ترغيبه في الإسلام والتأليف لا بأس، كما مر بكم، إذا كان هذا من باب التأليف فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى المحبة في قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت؟ من أحببت هدايته، لا تهدي من أحببت، أي أحببت هدايته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يهتدي عمه ويموت على الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقد يكون المعنى والله أعلم المحبة الطبيعية لا المحبة الدينية، المحبة الدينية لا تجوز للكافر، أن تحبه من أجل دينه هذا لا يجوز، أما أن يحبه من أجل أنه قريب له من أقاربه أو والده أو أمه أو زوجته، هذه محبة طبيعية ما تدخل في أمور الدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا شديد البغض للمشركين لأمر الله سبحانه ورسوله بالبراءة منهم، وإذا رأيت أحدا من المشركين لا أستطيع أن أبتسم له بغضا له، هل عملي صحيح أم أن المشروع أن أبتسم له وأسلم عليه ترغيبا له بالإسلام؟ نعم، إذا كان هذا من باب
من باب ترغيبه في الإسلام وتأليفه فلا بأس بذلك. أما إذا كان هذا من باب الانبساط معه وعدم الإنكار عليه هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليست التوبة لا تقبل عند الاحتضار؟ فكيف يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من عمه أن يقول لا إله إلا الله؟ نعم، التوبة ما قيل أنها ما تقبل عند الاحتضار، من اللي قال هذا؟ لا تقبل عند الغرغرة، إذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل. أما لو تاب قبل أن تبلغ الروح الغرغرة قبلت ولو كان في الاحتضار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو عاش على الكفر وعند موته تلفظ بالشهادتين يعد من المسلمين وتنفعه تلك الشهادة وهو لم يعمل أي عمل صالح؟ نعم نعم، واضح هذا. إن الإنسان إذا من الله عليه بالتوبة ومات، يعني تاب قبل أن تبلغ الروح الغرغرة، إن الله يتوب عليه ويدخله الجنة ولو كان لم يعمل شيئا. دليل اليهودي الذي عزاره النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام، فأسلم اليهودي وهو في النزع في سكرات الموت، أسلم وقال الحمد لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإذا تاب الإنسان ولو في آخر حياته وآخر لحظة ومات على الإسلام تاب الله عليه وصار من المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، وأما كونه لم يعمل شيئا فهو معذور، لأنه لم يتمكن من العمل، لم يتمكن من العمل. وليس معنى ذلك أن العمل ليس من الإيمان، الإيمان من العمل. من ترك العمل وهو قادر ولم يعمل شيئا فليس بمؤمن، لكن من لم يتمكن من العمل أسلم ثم قتل أو مات قبل أن يتمكن من العمل فهذا معذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل من الجزائر يقول: يكثر عندنا في أئمة المساجد من يقول بجواز التوسل بالنبي أو بالأولياء والصالحين، ومنهم من يقول بجواز الذهاب إلى القبور لأجل ذلك. سؤاله: هل تصح الصلاة خلفهم؟ هؤلاء يجب أن يبين لهم، لأنهم ربما يكونون يجهلون هذا الشيء، فيبين لهم أن هذا أمر لا يجوز، لا يجوز التوسل بالمخلوق، لا يجوز التوسل بالمخلوق بذات المخلوق أو بجاهه، وإنما التوسل بدعائه وشفاعته فقط، أما التوسل بجاهه أو بحقه هذا أمر لا يجوز، فيبين لهم هذا الشيء، فإن أصروا فلا تصلوا معهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذه العبارة التي قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم وهل فيها غلو، وهي: كأنك خلقت كما تشاء؟ لا، هذا من من الغلو، هذا من الغلو للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الظاهر أنه من الهمزية، قصيدة صاحب البوصيري، الهمزية للبوصيري أو الهمزية لأحمد شوقي، هذا من الغلو لحقه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تطلب منها أمها حضور كثير من الدعوات والزيارات للأقارب. نعم. امرأة تطلب منها أمها حضور كثير من الدعوات والزيارات للأقارب، وعند هؤلاء الأقارب جملة من المنكرات مثل سماع الأغاني ومشاهدة النساء في القنوات ولبس الملابس الغير محتشمة. سؤالها هي أنها تتحرج من الحضور لهذه المنكرات، وتتحرج كذلك من عدم الحضور خوفاً من غضب أمها، فبماذا ترشدونها؟ هذا فيه تفصيل، إن كانت زيارتها لهم فيها مصلحة في دعوتهم والإنكار عليهم لعلهم يتركون هذه الأشياء، تطمع بأنهم يتركونها، هذا أمر مطلوب، تطيع أمها في ذلك. أما إن كانت الزيارة من غير إنكار ومن غير بيان فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطيع أمها في ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إني كنت عاقاً لوالدي عقوقاً شديدة، وقد دعا علي والدي، فبماذا تنصحوني أن أعمل تجاه بره وفقكم الله؟ إن كان والدك حياً، أولاً التوبة مفتوحة ولله الحمد، عليك بالتوبة إلى الله عز وجل. ثانياً إن كان والداك موجودين أو موجود أحدهما، عليك أن تطلب منه المسامحة، أن تطلب منه المسامحة، وأن يسمح لك فيما حصل منك. ثالثاً عليك بالبر بهما بعد ذلك، عليك بالبر بهما بعد ذلك. وإن كان ميتين أو ميت أحدهما، فعليك أن تدعو له وأن تستغفر له، وأن تكثر من الصدقات عنه، وإذا كان عليه ديون تسددها عنه، هذا من البر به بعد موته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم في اليوم الثاني أدرك أنه كان محتلم، فهل يعيد تلك الصلوات؟ نعم، كل الصلوات التي صلاها من غير اغتسال من الاحتلام من الجنابة فإنه يعيدها، لأنها غير صحيحة. هذا إذا كان الاحتلام معناه أنه أنزل وخرج منه ماء، أما إذا كان أنه لم يخرج منه شيء فليس عليه اغتسال. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. هذا في الاحتلام. فالذي يرى في المنام أنه حصل منه جماع، إن كان وجد شيء أثر خرج منه فإنه يغتسل، أما إذا ما وجد شيء خارج فليس عليه الاغتسال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء على الكافر الذي اشتد أذاه على المسلمين باللعنة؟ هل يجوز الدعاء على الكافر الذي اشتد أذاه على المسلمين باللعنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن، فلعن الكفار الذين يؤذون المسلمين والدعاء عليهم هذا مطلوب، لكن المعين لعن المعين هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، ولأولى أن الإنسان يتجنبه خروجا من الخلاف. نعم. يقول فضيلة أما لعن الكفار عموما والمشركين عموما خصوصا الذين يؤذون المسلمين هذا أمر مطلوب، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، الله لعنهم سبحانه وتعالى. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة آيات من القرآن في ماء لكي يغتسل بها المريض؟ لا بأس بذلك، هذا من الرقية، القراءة في الماء لإسقائه المريض أو لرشه به لا بأس به، لأنه من الرقية المشروعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع غطاء النوم البطانية إذا كان فيها صور؟ لا بأس بها، لأنها ممتهنة، جعلوها فرش أو للجلوس عليها أو للالتحاف بها أو افتراشها، هذا ممتهنة. لكن كونه يختار بطائن ليس فيها صور ما في شك أن هذا أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي شقق للإيجار، وبعض المستأجرين هداهم الله يركبون دشا للقنوات الفضائية، فهل أكون آثما أنا بذلك؟ نعم، الشقق ملك لك، فاشترط عليهم عند العقد أنهم ما يركبون الدشوش، من أجل أنهم إذا خالفوا تخرجهم لمخالفتهم الشرط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا اجتمعت صفات المنافق الثلاثة في شخص هل يصل به إلى النفاق الأكبر؟ وما التوجيه في حديث ما اجتمعت في شخص إلا كان منافقا خالصا؟ ليس المعنى أنه يكون منافق النفاق الأكبر، لكن يكون منافق النفاق العملي ويكون أغلظ، لأن النفاق العملي يختلف أيضا، منه نفاق عملي يسير ومنه نفاق كثير، وإذا تعاظم في الشخص ربما يجره إلى النفاق الأكبر، ربما يجره ذلك إلى النفاق الأكبر،
فالنفاق لا خير فيه سواء أكبر أو أصغر، ولا يتساهل فيه. فإذا سمعتم هذا من النفاق الأصغر فلا تتساهل فيه، أولا لأنه نفاق، وثانيا أنه قد يجر إلى النفاق الأكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد الدكاترة ممن يدرسنا مادة العقيدة لما جاء على مبحث ولاة الأمر قال بأن الخروج على ولاة الأمر مختلف على ولاة الأمر مختلف فيه بين السلف، ثم استقر الأمر على عدم الجواز. السؤال: هل لهذا الخلاف حقيقة؟ وكيف نتعامل مع هذا المدرس إن كان غير حقيقة؟ لا، ما في خلاف بين السلف في عدم الخروج على ولاة الأمور، بل هم مجمعون وقاتلوا الخوارج، قاتلوا الخوارج بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كيف يقول إنهم مختلفين؟ هذه الحكاية غلط، لكن عليكم بإرشاده وأن هذا أمر غلط ولا يجوز له، مع أنه مدرس لا يجوز له أن يذكر هذه الأشياء. إن كان بيعتبر خلاف المعتزلة وخلاف الخوارج هذا شر، خلاف أهل الضلال ما يعتد به، لا يعتد بخلاف أهل الضلال، وإنما الخلاف عند أهل السنة والجماعة هو الذي يعتد به، ولا يكون في هذه الأمور وفي هذه الأصول، إنما اختلفوا في المسائل الفقهية فقط، أما ما يتعلق بالعقيدة وأصول العقيدة فلم يختلفوا فيه والحمد لله. فعليكم أن تنبهوا هذا المدرس، ترشدوه إلى هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ويقول في حديث ما أقاموا فيكم الصلاة، يقول يعني الإيمان، وإنما ذكرت الصلاة من باب ذكر البعض وإرادة الكل، فهل هذا التوجيه صحيح؟ من أين جاب هذا الكلام؟ هذا من عنده؟ أنا ما أعرف من العلماء من قالها، فهذا ينبغي أنه إما أنه يترك هذه التشكيكات وإلا يسعى في إزالته عن التدريس، لأن هذا ملبس في الحقيقة أو جاهل مركب لا يدري، لا ينبغي له أنه يدخل في المسائل الكبار ويجيب أقوال من عندها ومن عند أهل الضلال ويروجها على الطلاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسمى دين الإسلام بأنه دين المساواة؟ دين العدل، يسمى دين العدل ما يسمى دين المساواة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو دين العدل لا يظلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فهو دين العدل. أما المساواة هذه مجملة، مساواة بين مسلم وكافر، الله جل وعلا يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب، ويقول سبحانه: نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فكلمة المساواة هذه فيها إجمال، لكن إذا قال دين العدل نعم. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، حاج متمتع فات عليه الذبح أيام النحر، ولكنه ذبح فدية في مكة يوم 23/12، هل عليه شيء علما أنه لم يتعمد التأخير بل طرأ له ظروف تسببت في ذلك؟ نعم، يكون هذا قضاء، الذبح صحيح ويكون قضاء للنسك ولا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. انت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.